السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة يا جماعة، فيديو على الرغم ان هو قصير في مدته الا ان قيمته عالية جدا، لان فيديو النهاردة بإذن الله انا هحكي لك قصة. القصة دي واقعية وحصلت. القصة دي يا جماعة ان ازاي ممكن شخص يبقى بقاله سنين مش محقق حاجة او مش محقق هدف هو نفسه فيه، وفجأة حياته كلها تتغير ويحقق الشيء اللي هو نفسه فيه بكل سهولة. وكمان هقول لكم ازاي احنا نستفيد من القصة دي، وازاي انت تستفيد منها، خصيصا انت تستفيد منها عشان تحقق كل الامنيات وكل الاهداف وكل الامور اللي انت عايزها. فالقصة دي في البداية يا جماعة حكاها احد المشايخ الاجلاء، والقصة دي كانت عن رجل يا جماعة يبلغ من العمر في الخمسينات، يعني يعتبر في الخمسين من عمره. فهذا الشخص بيقول لك ان هو الشيخ شافه، يعني الشيخ رأى هذا الشخص، فبص للشخص فلقى معاه ابنه، وابنه ده كان صغير في السن، فقال له ده ابنك؟ قال له اه. فقال له ما شاء الله وكده. فقال له ايه بقى يا جماعة؟ الرجل اللي هو في الخمسينات ده رد على الشيخ وقال له انه رزق بهذا الابن بعد صبر 25 سنة. تخيلوا يا جماعة، الرجل ده قعد 25 سنة ما بيخلفش، وبعد 25 سنة قدر ان هو يخلف. فطبعا الشيخ اندهش وقعد يفكر ويقول ازاي، يعني ازاي بعد 25 سنة يجي كده. فسأله، يعني سأله قال له طب انت عملت ايه ولا ايه اللي حصل؟ فالراجل يا جماعة رد عليه وقال له ان هو قعد طول ال 24 سنة دي بيزور الاطباء، وبص بيقول لك ما سابش دكتور غير اما راح له، وما سابش طبيب غير اما راح له، ما سابش علاج غير اما خده، وبرده ما فيش اي نتيجة ولا كده. فبيقول لك بعدها ب 24 سنة تقريبا شاف اعلان عمره، بعد 24 سنه يا جماعه من جوازه شاف اعلان عمره. فاول ما شاف اعلان العمره راح وقعد يدعو الله عز وجل ايضا، واكثر في الدعاء، وقعد يدعو الله عز وجل كتير ان هو ربنا يرزقه بابنه، ربنا يرزقه بولد، او ربنا يرزقه بسريه. والمهم يعني قعد يدعو الله عز وجل، بس هو بيقول لك ان هو ما كانش عنده حته الالحاح في الدعاء، او الشعور باليقين، او الشعور ما عندهوش اللي هو ايه الشعور بالخشوع قوي يا جماعه. المهم بيقول لك ان هو طالع من العمره شاف شخص سوداني، شاف شخص سوداني. فالشخص السوداني ده اول ما شافه قال له ايه؟ قال له يا ابن النيل ادعوا لي ان ربنا يرزقني بذريه. طبعا الشخص ده كان مصري يا جماعه، فهو السوداني عارف ان هو مصري، يعني هو المصريين كده بيتعرفوا يا جماعه، فهو شافه يعني عرف ان هو مصري، فقال له يا ابن النيل ادعوا لي ان ربنا يرزقني بذريه. فقال له يعني انت بقالك قد ايه ما عندكش ذريه وكده؟ قال له انا بقالي 6 سنين ما ربنا ما رزقنيش بالذريه، وادعي لي ان ربنا يكرمني بذريه. فقال له هو بالمصري كده الراجل رد عليه اللي هو رجل الخمسين ده، قال له اللي هو ايه يا عم روح، انا بقالي 24 سنه مش معايا ابن ولا عندي ذريه، وانت جاي تقول لي 6 سنين؟ قال له بالطريقه كده. فبيقول لك يا جماعه الرجل السوداني رد عليه رد، يعني رد كده يا جماعه بيقول لك الرجل مش ناس الرد اللي رد عليه الرجل السوداني. قال له ايه؟ قال له انت حجر ليس بشر، يعني انت حجر مش بشر. فبيقول لك الراجل ده بيقول لك من ساعه ما قال لي الكلمه دي وقال انت حجر ليس بشر، قام راح يا جماعه وقام سجد سجده، وبيقول لك قعدت ابكي بكاء غير طبيعي، وقعدت اتوسل الى الله وادعو الله، وقعدت يعني كان بيتحدث مع الله عز وجل كانه يعني اقرب اليه من اي شيء. الله عز وجل يعتبر اقرب اليه من اي شيء. فبيقول لك هو سجد وقعد يدعو الله، وقعد يقول يا رب حقق لي كذا، ويا رب حقق لي كذا. وبيقول لك من كتر ما هو كان بيبكي، ومن كتر الدموع ما كانت بتنزل، كان يا جماعه الناس بيبصوا عليه كده حاسين ان هو الراجل ده عمل ايه، يعني الناس كانوا مستغربين كان الراجل ده يا جماعه عمل ذنوب كتير قوي، او كانه عامل حاجه كبيره، او عامل حاجات كده من كتر العياط اللي كان بيعيطه وفي سجدته. فبيقول لك سبحان الله، هو الوقت ده بعدها يا جماعه بوقت قصير اتفاجئ ان زوجته بقت حامل، واتفاجئ ان هو خلف. فنستفيد ايه من القصة دي يا جماعة، وهي قصة واقعية حصلت؟ نستفيد ان انت لو انت ضاقت عليك الدنيا وغلقت في وجهك الابواب، حاسس بحزن، حاسس بمشاكل، حاسس بمصاعب، فما عليك الا ان انت تسجد وتلجأ الى الله عز وجل، وحاول ان انت تبكي، او حاول ان انت تستشعر، يعني حاول كده يعني تقول يا رب انا العبد الضعيف، يا رب انا ملجأ لك، مش اوصل باي حاجة، او انا ما اقدرش اوصل لاي حاجة او اوصل لاي هدف غير برضاك وغير باللجوء اليك يا رب. فاهم حاجة دي، ودي الحاجة يا جماعة اللي خدناها من القصة دي، وهي ان انت تلجأ لله عز وجل بهذه الطريقة، ان انت تسجد الى الله وتدعوه كثيرا، وتخلي دايما السجود شيء مهم جدا، سجدة شكر او سجدة حمد، تخلي دايما السجود مهم جدا، السجود يا جماعة مهم جدا. فبس كده يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا من القصة دي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.